احنا هنايا كنديروا تقريبا جميع النباتات ديال الزينه اللي تقريبا كتمشي تتادبت مع الكليمه ديال مراكش والكليمه ديال المحيط المتوسطي. هذا البيبينير اللي تنشا من طرف سيد صديق التازي تقريبا في 2008 تقريبا خدامين معنا واحد 18 حتى 20 ديال العاملين اللي تيكونوا فيكس، وعندنا تقريبا اونفيرون واحد 800 حتى 900 نوع ديال النباتات هنايا اللي كتواجد، بما فيها الشوكيات وشوكيات كاصناف يعني فيهم ليوكا فيهم ليزاغاف فيهم ليزالوي فيهم ليزيكينو في الصباريات ونبات ولي غون سوجي بما فيها لي زالفيزيا فيها لي جاكاروندا فيها لي سيبا فيها يعني مجموعه ديال الاصناف. وحاجه اخرى حنا هنايا بيو يعني كنخدموا بدي غوسيت ميزون يعني كنكافحوا الامراض او الحشرات اللي كتاتاكي هاد لي بلونت بدي غوسيت ميزون لي اباز دو التومه البصله الحليب البزار الصابون البلدي والحريقه كذلك. وبالنسبه للسماد اللي كنعطيو هو سماد عضوي 100% اللي كنتجو حنايا هنايا اللي هو عباره عن فيرمي كومبوست هو لا باز ديالو فضلات ديال الخيل يعني الغبار ديال الخيل اللي كيترانسفورما بواحد الفير دو تيغ اللي هي واحد لاغاس جايه من كاليفورنيا ايسينيا فويتيدا اللي كتاكل هذاك الغبار وكتحط لنا الغبار ديالها اللي هو غني بالمواد العضويه وفيه كذلك فطريات نافعه للاشجار فيه كذلك البيض ديال هذاك الدود اللي كيخدم لنا التربه مزيان اللي عندها بزاف ديال الفوائد.